فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بعند ربكم فلا تغلوا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا يعلمون كتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون. ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. دماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أررتم أنتم تشهدون. إخراجهم من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. رسول بما لا تهوى أنفسكم صبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. مصدق لما معهم يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ونقوم مصدقا لما معهم الفريم تترون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأشربوا في قلوبهم من أجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. لو يعمروا وما هو بمزعزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتألمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون تقولوا راعنا وقولا ذرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يدس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير لو ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل من عند أنفسهم من بعد ما تبين الله مرحق فأفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله ومسلم فله وجه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان الله من يطلوا إلا خائفين خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آية من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أواه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون بكلمات جائرك للناس ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإسماعيل أفضى إلى بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير قواعد أبي البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ما سفي نفسه ولقد سفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين مودي بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعقوب الموت لبنيه ما تعبدون إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون تهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نزارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون